فراسوس قطعيت قبتي وجبت خمن النمره بغات انا مالي قدر خاوي عندي عليك دوسي ودوسي سير دير المحكمه صاحبي سير دير المحكمه وهذاك اللي عطاك الدوسي يمشي هو لي في المحكمه نشد امو بهم الغزو صاحبي ولا تنغزوز بنات كيقول بهم باغي ديكلاري باغي ديكلاري حتى نفرقع على امك راسك نمشي للحبس اللهم سير اخوي انت للحبس ونتهنا عايش الحياه انا عايش الحياه واو انت بغيتي مقطع فراسك شنو الحياه صاحبي عند امك شنو الحياه بقيت كندوي نسيت طلعت على شحال واحد كيتفرج بات لي 20000 عرفتي ها 21 شوش بكات داري انت عزيز عليكم صداع وفرقع عليا بنادم السوهيل يلا فرقع نفرقعوا كل شي شنو ديك اللي كتبقاو تهضروا فينكم فين كان ما يخل بيدق لي ولدك اش اجي طلع عندي اللايف وفينو بنادم السوهيل صاحبي فينو ها ما كاينش في لي كومونتير ما كاينش انت وانت في لي كومونتير ما كاينش السوهيل صاحبي يلا سيري بيني بن فينو شنو تفرجتي بهذا الفيديو هذا تفرجتي به هاد صيفطي عليا ما شفتوش واحد مع واحد العتير وصف بان ليا الدري سمع الدري كيدير انا باقي ما تفرجش فيديو ولكن كيدير انتقاد زوين يعني ماشي غتقاس بك ولا شي حاجه فهمتي دخلت تفرج فيديو شوف داكشي اللي قالو زعما الدري دابا كيدوي سمع دابا بنادم كيسحاب له انا دخلت زعما باش نصالح بين مورو والبنج انا فاش كانوا كيتكلاشا هو سهيل واش تدخلت سهيل ما تدخلش انا فاش كانوا عايقوك ديفو اللي درتي شناهو هو ان بنادم شوف الله الا سمعتي سهيل انا تدخلت تخرجت الامور من المشاكل والضرب والجرح وما نعرف لا سير ماشي على اللايف ديال المورو ديال البنج هذوك اللي قالك المشكل فين كان هو فاش من بعد ما سالو دوك اللايفات بنادم اللي ناض كيدوي على داك الشيء انت بقيتي كتجاوب معاه ما كانش عليك الدوي صافي خلي درتي داك الشيء اللي درتي انت طلعتي مع هذا قاديتي البلان صافي تا وشي طلعتي من داك الترتي 6 ما طلعش معاها صافي انت عارف انا شوف الترتي 6 كتطلع معها شحال هادي في اللايفات هنا الترتي باغي يخلقها باغي يدير لايف باغي بلبله باغي يرولها انا راه كيبان يدير لايف كيدوي عليا وكنبقى كندخل فوكون وكنبقى نتفرج فيه كنضحك صافي انت عارف فهمتيني باغي يخلقها باغي ماشي شي واحد اللي حاقدني ما طلعش معها بعض المرات شوف بعض المرات راه كتطلع مع شي بنادم تقدر تطلع تبغى تضحك كيبقى يبروفوكيفك انت ما كتصبرش ليه وبنادم كيسكرين اللايف وكيحطه في يوتيوب الصاط وغتبقيتي مشوه فابو وا سهيل بان لك شي واحد من هذوك شوف وتخيل بنادم عنده 10 ديفي في اللايف 10 ديفي في اللايف داير اللايف حتى تسوي عنده 10 الناس كيشوفوك ملولين وما بانوش ليا في لي كومونتير وما تنشوفكمش اصاحبي فينكم في لي كومونتير فين كتبقى تفرجع في بنادم فينك اصاحبي فين كتهضر عليه تقول مالو تشدو وفاش تشدني جيبني ليا سهيل خرج معايا بلولي واحد صيفط لي ميساج فواتساب دابا كدرت عليه فيديو في يوتيوب كان دار عليا فيديو وانا عقبت على الفيديو ديالو ملي عقبت على الفيديو ديالو تكلبات عليه الطابله ودابا قال لي مسكين فهمتيني دو زوين سميتو محمد الشابي الدراري الله يحفظكم الدراري ديال قطع عند حدك قال لكم الدراري تبقاو تدخلوا تسبوا وتعايروا وتكومونتيو الله يحفظكم سميتو محمد الشابي وبعد ما عندو 200000 الصات هو ما كاينش بيبليك اصاحبي ما فينا ما البيبليك ديالو ما عرفتوش انا ما كنعرفوش ما كنعرفوش اش سوي سمع دابا اللي لاحظ كتلقى بنات خايبه ندير لايف سوي شي واحد ما كايناش ليزون ما بين بنادم وواحد تلقى فولوي عنده مليون وكيدخل في شي معاه فين هي ديك المليون اللي دافع لك فين هي يا صاحبي كتلقى بنات عنده مليون ما كاينش يدافع عليها
يعني بنادم شوف دراري شوف دراري سوا يسمح لي نوضح واحد حاجه. الدراري اللي كتفرجوا الدراري نتوما اللي كتفرجوا نتوما لا دخل لكم بهذا الشيء. نتوما راه هي متفرجين نتوما بعادين على هذا الشيء. انا راه انا كنقصد بنادم اللي كيقلب عليا نتوما بعادين على هذا الشيء. نتوما كتبقاو غير متفرجين. حنا كنهضروا مع بنادم اللي فيه الهضره بزاف. انا قاعد لعيبه اسمع واحد لعيبه زوينه شنو بجانب بنادم شي باج ولا شي جروب بس يبغي يطلعوا عليا كنخليهم يدبر راسهم. عندي شي يوتيوب بيبليك ديالي كنمشي كنناقش معاهم تما كندير لهم نشره الاخبار كنناقش معاهم الموضوع كنفاريوها كنحطوا شي جروب دواليه كنحطوا كنناقشوا الموضوع صافي وبيبليك ما بقاش غاوش مع بنادم في جروب باس بقاش غاوش معانا في كومونتيرات. عندي اخويا واحد بحال قلتي واحد بلاصه انا والعشرين فهمتيني واحد الجردة سميتها الراو سوات كنريحوا ندور قصروا فيها هكذا أنت قبل بالله أنا والله ما عارف سميتو قسما بالله بالله شنو تعرف سميتو ما تفرجش في اللايف مع حد بنادم دراري كيجيو عندي كيدو لي على البارتي اللي كتهمني دراري تيقول لي سوي خويا راه كاين كونفرساسيون كدا كدا مشيت انا ناقش هذيك الكونفرساسيون وما تفرجش في اللايف ما شفت خونا ما دويت على خونا ما دويت على خونا ناقش هذاك الموضوع اخويا وكيبقيت بحال هادشي كتوضح البوبيك ديالك اللي كيهمو امرك كتوضح لي البلان خلي بنادم يتقاتل دير مو انت حرام عليك. شوف سهيل شوف بنادم ما هضر عليه حتى شي واحد قال لك حنا انا وياك ما كنخرجوش من ستورياس ديالو واقسم بالله عمر شي ستوري ديالو انا ما كنبقى انا مبروكي شوف انا غير سمعت شي هضره ما كنعرفو بالله والله حتى انا ما كنعرفو عمر شو انا حتى هضر عليا شوف انا بلوكيتو انا كي سمعتو كيهضر بلوكيتو ما بقاش كنطول معاك الهضره وكان عندك شي 500 كان تكلاشا معاك انت عندك كدا 20 كان غنبقى نتكلاشا معاك شنو نستافد انايا شنو غنستافد وقف عند حدك نتكلاشا معاك عندك 20 كان هي التصويره كتجبني 50 كان نتكلاشا معاك اخويا وصاحبي اللي بقى تشكش على فلان شنو نتكلاشا معاك انايا هاد اللعيبه قلت لك حاله ديال خايا انايا مثلا في حاله صغيره شوف 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 اسمعني سوي شوف 20K عندنا في اللايف طلعت 22 حتى واحد ما تيسب هو عنده 400 جبيل في اللايف 400 جبيل في اللايف كلها سبان وكلشي تيسبوا وقال لك انا وياك حتى واحد ما كيحملنا زعما انت فينا هو هذا الحب ما فهمتش انا الحب فينا هو واش كيكذب عليك كذب علينا صاحبي وقلت ندخل في بنادم صاحبي مالك صاحبي مالك صاحبي هذه مقوده اسمع بحال واحد فواحد يلاه قالوا عليه فيديو قال لك انا عندي بيبليك كيدخل يتفرج فيا ولكن ما كيحملنيش اش قلت ليه قلت لي عندي بيبليك ما كيحملنيش ياك صبر عندي بيبليك ما كيحملنيش ولكن بيبليك الصاد اللي ما كيحملنيش شحال ديال لايكس 55000 وقلت يلاه عطاك شي بيبليك ما كيحملكش انت قلت لي كان بيبليك ما كيحملكش كيدخل يدير لك لايك قلت له عطاك بيبليك ما كيحملكش اسمع صاحبي قلت لك حنا اللايف طلع لنا اسمع حنا اللايف فيه 22 كا حتى واحد ما كيسب فينا وهو عنده 400 في اللايف وكلشي تيسبو تخيل بقوتي كلشي كيسبو كيسينياليوه دار الكونت ديالو بريفي حيت كيتسينيالا وانا عندي 400 كا ما كيسبني حتى واحد لا انا لا انت والله بشكون سبنا ما سبناش شي واحد شو واش بانوا في لي كومونتير فينكم اللي كتقيلوا تهضروا عليا كاملين يلاه انا طلعت عندكم اللايف فينكم ما كنشوفكمش كاع والله ما بنتوا ليا بالله هشام خاصني نمشي له فيديو اخي دابا تخليك انت لا تصدق